من أضخم شركات توصيل الطعام في العالم، وواحدة من أوائل الشركات التي تقدم هذه الخدمة إلكترونياً عبر تطبيق خاص بها في الهند، زوماتو، شركة هندية غيرت طريقة استهلاك الهند للطعام. لكن من هو المؤسس والمطور وراء هذه الإمبراطورية الهندية والذي استطاع جمع المليارات لحله معضلة طوابير الغذاء؟ الهندي ديبندر جويال تخرج من معهد التكنولوجيا العالي بالهند بمدينة نيودلهي. عمل في بدايته كمستشار فني في شركة بين أند كومباني، لكنه بالصدفة لاحظ في ذلك الوقت أن عددا من زملائه في العمل كانوا يحتشدون في طوابير في فترة الغداء للبحث عن قوائم طعام لطلب وجباتهم. هذه المعضلة ألهمته لابتكار موقع مخصص على الإنترنت يجمع بين قوائم الطعام كافة من أغلب المطاعم. هنا بدأ جويال في تأسيس هذا الموقع الإلكتروني ومنحه اسم foodlet.in، وتغير اسم الموقع فيما بعد لـ foodiby.com. لكن كان أكبر عقبات جويال في ذلك الوقت هي أسرته، والتي لم تكن راضية عن تركه عمله الذي كان مصدراً للاستقرار والراتب الثابت. رغم ذلك قدمت عائلته المساعدة عبر جمع قوائم الطعام من المطاعم من أنحاء مدينة نيودلهي، ثم إرسالها لجويال ليقوم بتحميلها على موقعه. وفي عام 2008 ظهر الموقع الإلكتروني للعلن، والذي تميز بإضافته معلومات أكثر عن المطاعم، حيث كان يحصد 25 مستخدماً في اليوم. وفي شهر يوليو من عام 2008 تم تغيير اسم الموقع لزوماتو رسمياً، وحصد الموقع تمويلاً استثنائياً في عام 2011، ليستمر الموقع في تحقيق نجاح متواصل حتى تخطى عدد الدول التي تنتشر بها خدماته 24 دولة. وقيمة الموقع الحالية في 2022 تصل 12 مليار دولار.